احنا اليوم متعدين على الحدود الاقليميه للكويت، لو الكويت متعدي على حدودنا الاقليميه، وشنو هذا الموضوع؟ وين احنا حدودنا؟ وين حدود الكويت البحريه؟ نعم طبعا نتحدث. حيا لك للاخ فهد المقراد. نعم. حياك الله اخي العزيز. الله يحييك. مشكله خور عبد الله، ظلمنا القرار 833 من ناحيه البر ومن ناحيه البحر. نعم. بعد ان انجز اخر موضوع يتعلق بتعويضات الكويت، انتهت تقريبا مرحله مهمه. زائدا عندنا كثير من النقاط المتعلقه بالفصل السابع. بخور عبد الله للعراق، هناك معلومات، هناك وثائق، هناك مستندات، هناك خرائط. أعتقد أنا العراقيين يمتلكوها في كثير من الوزارات. ما بين العراق وما بين الكويت تقريبا 32 أو 33 محور. هذه كلها داخل لجان حدودية، العفو، لجان وزارية مشتركة بلغت حد اللجنة الثامنة. يعني 8 لجان أو 7 لجان سابقة كلها تتحدث عن مواضيع عالقة بين العراق والكويت، من ضمنها الحدود الدولية، سواء كان البرية، سواء كان الطرق، سواء كانت ترسيم الحدود البحرية ما بعد العلامة 162، كذلك خط الأساس الكويتي والعراقي. نعم. البحر العراقي والكويتي والمنطقة الاقتصادية، إذا ما قلنا قبلها المتاخمة، هذه كلها تشتغل فيها لجان حاليا مشتركة. جميل. والعراق مستمر بالعمل مع الكويت، لكن هناك إشكالات. الكويت تفسر هذا الموضوع حسب ما يعني يطابق القرار الأمم المتحدة أو اتفاقية البحار لعام 2018 الأمم المتحدة. نعم. بمنظورها، والعراق أيضا يفسر. هناك تداخل، التداخل يأخذ بعدة جوانب، يأخذ بالبعد التاريخي، والعراق أحق من الكويت بخور عبد الله.